السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. أنا سالم من جديد معكم إيهاب محمد مقناط وينو كونكر. فيديو جديد من فيديوهات كونكر أونلاين المميزة. في البداية ما تنساش لايك الفيديو واشتراك للقناة، متفعيل زر الجرس وتضم جروبات التليجرام، هتلاقي رابطها في الوصف معرفة كل جديد في عالم كونكر أونلاين. الإيفنت يا جماعة الشوب جميل جدا جدا جدا، بس هو مرتبط بحدث تاني. تمام، الإيفنت يا جماعة مرتبط بحدث اللي هو الليجن تاور، إن أنت بتاخد بانما بيتس كل ما بتصرف سبيس. وطبعا لو أنت مش عارفين إيه هو قصدي على إيه، هتلاقوه في الفيديو اللي فات، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف. انا قصدي على الايفنت ده يا جماعه اللي هو بينما بيتس، اللي هي دي كل ما بتشتري من الشوب بتقدر ان انت تاخد ايتم زياديه بتحوله للايفنت التاني. تمام، الايفنت يا جماعه لذيذ، الشوب باوند زي ما هي الايتمات، مفيش اي تغيير حصل نهائي في الايتمات يا جماعه، مفيش اي تغيير حصل نهائي في الايتمات. بس حاجه لذيذه برضو مش وحشه. الجرمانات خمس نجوم لا جديد، غير الجرمانات هي برضو لا جديد، مفيش اي اكسسوارات، مفيش اي استايلات شعر جديده اتضافت. تمام، انا كنت اتمنى انه بصراحه تضاف حاجه جديده، بس الفكره ان دلوقتي كل ما بتشتري بسبيس مثلا في الايفنت ديه، كل ما بتاخد ايتم بتحوله الايفنت للايفنت الثاني. غير طبعا هي نفس الحوار بتاع الاكسسوارز، مفيش اي جديد، اركان شيلد وما الى ذلك، بازل شيلد، امورتال شيلد، وفلورال هارد. الايفنت مفيش اي تغييرات حصلت فيها يا جماعه، عشان بس حابب اوضح لكم الفكره دي. غير جرمانات مونت ارمور كله زي ما هو، مش اي تغيير حتى في الاسعار. تمام، مش اي تغيير في الاسعار، حتى مفيش اي تغيير في الاسعار، ودي تقريبا كلهم دي شارم، ده فاير بيست شيست. طب نشوف الماونت دي، هتاخد خمس نجوم ولا ثلاث نجوم؟ عشان ثلاث نجوم بالسعر ده وحش جدا، ولو اصلا ملوش خمس نجوم تقريبا، ملوش خمس نجوم، لا ده ملوش خمس نجوم، ده اربع نجوم اخر، أربع نجوم، أربع نجوم. فأنا أدفع فلوس في الأربع نجوم ده؟ لأ، بس أنا متأكد التاني لونه أزرق، صح؟ التاني لونه أزرق بالنسخة التانية بتاعته. لا لا لا، وحش 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 وحش. أنا أدفع 6000 مثلا عشان خاطر ضمان زي ده، حتى ما فيهوش أي افكتات، فوحش جدا. ده كان الإيفنت يا جماعة، مش محتاج أي حاجة، بس أنا بقول لكم فكرة إن أنت لو بتعمل الإيفنت دي، لو اشتريت أي حاجة من الشوب ده، لو اشتريت اي حاجه من الشوب ده، ركز ان انت تاخد الايتم الخاص اللي هو بتاع الايفنت ده، اللي هي الاهتمامية دي، فانت عشان هي ما ترمهاش او كده، فتقدر تستفيد بيه من الايفنت ده عن طريق الشوب ده، عن طريق الشوب ده، عشان تقدر انت تجيب الايتم بتاع الارشيف بتاعك. حاجه كده لذيذه هتنفعك. كان معكم يا محمد من قناه الكونكر، اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.